واسف. ايش عندك واقف هني؟ يبانك تطالع من بيتنا وشفت بنت مناصر واقفه برا. قلت اوقف معها المسكينه هذه واوصلها بدل لا تمشي بروحها. وانت شنو علاقتك فيها؟ اختك؟ حسبت اختي. حسبت اختك؟ من قال؟ لا الدين ولا الشرع يسمح بهالشيء هذا، ومن دون محرم هذا اللي ناقص بعد. ما كان قصدي يبا. الله يعلم شنو كانت نيتي. نيتي صافيه وش حالاتها انا. ابي احميها من عيال حرام بس. دام اهلها ما ربوها عدل ومخلينها هايته بالشوارع، انت مالك علاقه فيها. ان شاء الله يبا، عن اذنك. وين رايح بعد؟ يبا انا بروح المستشفى، لان الادويه اللي اعطوني اياها ما نفعت معي، انا بروح اراجع الطبيب مره ثانيه. ما تشوف شر يا ولدي. شر مايك عمي. روح بس لا تتاخر. ان شاء الله يبا. يا حلوك. انا ما حد بط شبدي الا هالبو ناصر هذا. الظاهر الغرب اثروا على عقله وخلوه يلغي تفكيره، والتجاره الحرام خلته ما يعرف للحلال طريق. شلون مخلي بنته هايته 24 ساعه بالشوارع، لا حسيب ولا رقيب، لا حيه ولا حشيمه. البيوت اسرار، وابو ناصر ريال طيب وخلوق، والكل يشهد له بحسن تربيته لعياله. انت بس فالح تدافع عنه؟ بالله قول لي اي دين واي شرع يسمح الواحدة تطلع بهالحزه من غير محرم؟ هذا ان دل على شيء فيدل على ضعف الدين وقله التربيه. اسمع، اذا بتقعد تغتاب الناس انا بمشي احسن لي. لا لا لا، ما يصير يا اخوي يا سلمان. استكانة الشاي ما تاخذ من وقتك الا 5 دقائق. بعدين انا ابيك بموضوع مهم. مو بمشكلة، اذا الموضوع ما في غيبة ونميمة بحد انا ما عندي مانع. توكل على الله. يلا تفضل تفضل. خلاص عيال اتفقنا، باكر من الصبح راح نبتدي هالخطه. خلاص. اللي اقول فروحه ما لها صوت، العاده تتصل فينا ليل ونهار. فكينا واللي عافيك فكينا، ما سمعتي ايش تقول؟ ابي اكمل دراستي. معقوله سوتها؟ ما صدق، فرح اعرفها من سنين دم دروسها الدراسه. سبحانه سبحانه اللي مغير الاحوال من حال الى حال. اتدرين انا بدق عليها وبعزمها على الشيشه. السالفه فيها شيشه؟ بتيلك ركض. لا، وبدون نعال، تنسى دراستها وبدراستها بعد. الو، هلا فروحه، وينك يا القاطعه؟ انتوا بعد وحشتوني وايد. شلون؟ عزميني على الشيشة؟ لا حسافة، ما أقدر أجي معاكم، صعبة وايد. اليوم أول يوم في الدراسة المسائية. إيه، يوم تعارف. ألو، هلا فروحة، شلونك؟ إش دعوة يا القاطعة، كل هذا علشان الدراسة؟ يبا لاحقة على الدراسة ولاحقة على عوار الراس. على راحتك على راحتك، يلا باي. معقولة؟ مو صدق. لا حبيبتي، لا غريبة ولا شيء، فرح حست بالنقص اللي فيها، إنه ما عندها غير جمالها تفوشر فيه علينا 24 ساعة. الحين جمال وثقافة، الله يعيننا عليها، الله يعيننا على رفعة خشمها. لا حبيبتي، ما تقدر علينا، لا الجمال ولا الثقافة في هالزمن شيء مهم. الفلوس، الفلوس هي الشيء الوحيد اللي يرفع من قدر الناس ويخليه الآمر الناهي والكل في الكل. ياما ناس باعوا مبادئهم عشان الفلوس، وياما ناس نافقوا عشان الفلوس. حبيبتي، الجميلة لو كانت فقيرة بتكون لوحة جميلة في يد الغني، بيشتريها ويركنها. والمثقف لو ما عنده فلوس شلون بينشر أفكاره وثقافته بين الناس وهو ما عنده ثمن طباعة كتابه؟ والله طلعتي منتهينة يا مهوي، يا بنت أمي وأبوي. Thank you.
ما شاء الله عليك يا أبو مشعل، صرت حافظة دخلتك البيت وطلعتك، ولا عمرك غيرت برنامج وقتك؟ زين، ممكن أعرف شنو اقتراحك عشان تغيرين وقت برمجة وقتي يا حلوة؟ اقتراح؟ مجرد اقتراح، مثل كل الأزواج نطلع برا نغير جو، نقعد على البحر، نروح مطعم. ذمتك قاعد تقولين الكلام هذا من صدقك؟ انت قاعد تقولين هالكلام وانت بكامل قواك العقليه خاف انك مسخنه. وليش مسخنه؟ عشان قلت له داخل خاطري شو المفروض يكون برنامج الزوجين؟ لا تهم الزوجين، صار لهم سنه على زواجهم. حسافه حسافه يا شيماء، خرفتي وانت بعدك صغيره، وانت بهالسن بعدك ما كبرتي. يبقى الاشياء هذه ما تناسب لا سني ولا مركزي. تبين ليش تضحكون علي؟ تبي باشر الربع تطنزون علي؟ عفا عليك، بس انت ما ترضين علي. وبعد نقعد في مطعم انا وياك وموسيقى ناعمه وجو كلاسيكي مدير رومانسي، واحط ايدي بيدك واسالك بعد واقول لك تحبيني يا شيماء؟ هذا اللي ناقص. ليش؟ ومن حقي اسمع هالكلمه من ريلي؟ ومن حقي احس فيها مثل غيري من الزوجات؟ ومن حقي اعرف تحبني ولا لا؟ من قال لنا مو من حقك؟ كل هالأشياء اللي قاعدة حواليك ما تثبت لك إني أنا أحبك. واللي أهم من هذا كله إني تزوجتك وأنت صغيرة، تزوجتك وأنت في سن ولدي، كل هذا ما يثبت لك إني أنا أحبك. لازم تعرفين يا شيمة إن ما حد دخل قلبي عقب المرحومة مشعل إلا أنت، وأعتقد إن هذا كافي. لا مو كفاية، أنا محتاجة لزوجي حسسني موجودة في هالبيت. أنا ما أشوفك إلا أنت طالع من المكتب رد البيت وتنام عقب تطلع وما ترد إلا آخر الليل. أنا محتاجة لإحساس أعمق، محتاجة تحسسني بكياني معاك. طلعتي مرة طماعة وطالعين فوق. لا 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 يا شيماء، لا يا عزيزتي، أنا ما أحب المرة الطماعة، أنا أحب المرة القنوعة اللي ترضى باللي عندها. من رخصتك تأخرت. كل شيء بيكون فيه قنوعة إلا الحب. أنت عارف يا أخوي سلمان أن الانتخابات قربت، وأنا بصراحة يعني كلي أمل وثقة، وبصراحة يعني أبي وقفتك معاي أنت والشيخ عبد الرحمن. وإحنا بعون الله ما بنخذلك. إذا كان هدفك من دخول الانتخابات هو خدمة الناس، ليش لا؟ أنا والشيخ عبد الرحمن بنكون أول ناس يمدون يدهم لك. أنا عارف أن الشيخ عبد الرحمن ريال طيب وتقي، وكل أهل الفريج يحبونه، لأن عمره ما ظلم أحد ولا عمره كلا حق أحد. وأعرفك أنك أتمون على الشيخ عبد الرحمن، أبيك تقنعه أنه يكون عريف المحاضرة اللي أنا بلقيها على الناس. وليش ما تطلب منه أنت هالطلب؟ الشيخ عبد الرحمن يحترم الكل ولا يرد طلب حق أحد. بصراحة أنا ما أبي أحس إنه بيسوي لي جميل، أبي يكون الموضوع من صوبك علشان ما يكون له فضل علي. شو الحكي يا أحمد؟ إذا كان هذا تفكيرك في وقفة الناس معاك فالله يعينك، وإذا أنت ما عندك ثقة في نفسك فلا ترشح نفسك وابتعد أحسن لك. الموضوع مو عدم ثقة بالنفس، الموضوع إني أخاف البعض يخرب تفكير الباجي. أنت تعرف زين في ناس وايد ما يحبوني لأني مو مثلك. وشنو فيني غير يعني؟ لا ما فيك شيء غير، لا تفهمني غلط، بس انت ساعات تسكت عن الغلط. مو مثلي، انا ما عندي واحدة ثانية، الصح صح والخطأ خطأ. وش هالحكي؟ ليش ما تقول اني سلس اكثر منك وابتعد عن التعصب؟ ديننا دين يسر يا اخ احمد، انا احترم الناس عشان كذي يحترموني. لا 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 تزعل مني يا سلمان، في ناس بهالزمن ما ينفع معاهم السلاسة اللي تقول عنها. ما علينا، ومتى بتكلم الشيخ عبد الرحمن؟ به 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 به،
خيلي قشانكي، انت اسمك فرح؟ اي اسمي فرح. اخي فرح، انت ليش يجي هني؟ انت كوتشيك صغير، انت لازم يروح جامعه. شو اسوي يا خالتي؟ الحظ. اخي الحظ، رسمي رسمي. منيجه بالدده، عندك كتاب الطبخ لنزل؟ اي عندي، بس انا ما يجيب حبيبي، بكره يجيب. لا تنسى، الله يخليك. ان شاء الله دده. مع السلامه. مع السلامه. طبخ خوش شيء، تصدقين؟ The president goes in for the kiss. Out comes her hand. And no thank you, Mr. President. يلا يلا تفضلوا، قوموا روحوا رجلي وراك مدرسة. انا ابوكم مش فيكم؟ ما تتعبون وتطلعون هالتلفزيون. يما تو الناس لكن انا واجه احنا ديار. مو هاك، انا كم مرة اقولك لا ترد بالحكي، عيب عيب يا مرسل طويل، عيب. اي 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 تستاهل. استاهل، احنا روجه لاخوك. يا ابو فرح، لما تبضل كذي شايل الهم فوق راسك يا ولد الحلال، كل مشكله ولها حل. صحيح كل مشكله ولها حل، بس مشكلتي انا ما اظن لها حل. لا تقول كذي يا ابو فرح، هذا اختبار من رب العالمين، وانت ريال مؤمن وراضي باللي الله كاتبه لنا. والنعم بالله يا ام فرح، لكن اكل المشكله فينا احنا يا البشر، ما نقول الحمد لله ودائما نطمح باللي بيد غيرنا. والدليل هذا أنا قدامك، الغرض اللي خدته حطيته بشيء ما أعرفه، ضيعت شقى عيالي، كنت ودي أسوي لهم مثل ما يسوون الآباء لعيالهم لكن ما قدرت، كنت ودي أأمن لهم مستقبل يحميهم من غدر الزمن، يحميهم من غدر الناس، لكن اشتبيني أسوي؟ اشتبيني أسوي يا أبو فرح؟ اللي سمعك يا أبو فرح يقول إن الدنيا وقفت على هالفلوس وبس، وإن الحياة انتهت وما نقدر نكملها. لا يا أبو فرح، انت للحين بصحتك. الله، وين بو فرح؟ وين بو فرح اللي الياس ما يعرف حق قلبه طريق؟ وين؟ الله كريم يا فرح، الله كريم. الحين عندنك انا ودي اروح ارتاح بداري. خذ راحتك يا ابو فرح، الله يسهل امورك وينور طريقك. يا حلوك يا رجل، صدقني مو منك يا اخي. ابوي صاك علي صاك يعاملني معاملة اليهال، ما انا عارف يعني متى يغير معاملته معي. لا تستغرب يا مشعل، لا تستغرب، اي ريال بعمري انا هذا يعاملني كذي؟ ايه ادري فيك كانت مضحكة بصدرك. اضحك يا ابوي اضحك، دام هذا ابوي بيخلينا اخر مسخرة قدام الناس. والله اذا تبي الصراحة انا مستغرب منك، انت في حد بهالزمن يلفظ حب أبوه وحنانه واهتمامه فيه؟ من صدقك أنت يوسف يا النيل؟ أي حب هذا الله يهداك؟ أنا كني قاعد بقفص، كني قاعد بسجن يا مشعل، والجلاد ناطر علي أي زلة. يا يوسف، اللي يحبك ما يخليك تضيع من خوفه عليك، وبعدين أبوك يفكر فيك ليل ونهار، ولا تفكر إن لحظة واحدة ما يدور بباله ألف سؤال وسؤال عنك أنت يا يوسف. مو لهالدرجة يا مشعل، أبوي إنسان متسلط ويبي يسيطر علينا وبس. يا أخي عمره ما سألني قال لي إيش تبي، ناقصك شيء يا يوسف، محتاج شيء، هم نفسه وبس، شنو يفكر لازم نفكر مثله. شوف أمي هالمسكينة هذه يا أخي، حالة حال أي صور متعلقة بالطوفة، لا كلمة ولا خمر ولا حس. تصدق عاد، أنا أتمنى لو أبوي يفكر فيني لو لحظة واحدة. تصدق عمره ما سألني وين رايح وين راد، إيش تبي ويا منو ماشي، ليش تأخرت؟ للأسف يا يوسف أبوي ما عنده ثقة فيني، دايما يفكر أني بطعنه بظهره. لا، والمصيبة كل هذا لأنه أحب خالي، وأبوي عباله خالي يترس راسي ويشيشني عليه. يوسف أبوي عمره ما قربني منه، عمره ما قال لي إيش فيك زعلان، ليش متضايق، شنو اللي تبيه. أبوي دايما كل همه الفلوس، كل ما أقول له كلمة يقول لي كم تبي، يعني أبوي لغته لغة الفلوس يا يوسف.
يا ريت ابوي يقول محتاج شيء يا يوسف، تبي فلوس محتاج شيء. ايوه خلها على الله، الله كريم. بل لا سلام ولا كلام، ايش فيك بعد؟ ما فيني شيء. افا تخبين عليه؟ اذا انا ما اعرف ايش فيها حبيبتي فروحه، عيل منو اللي بيعرف؟ لا بس ما مرتاحه من الدراسه. لا ردينا، مو انت اللي رديتي على الدراسه وكنتي متحمسه لها؟ ايش اللي خلاك الحين تراجعين؟ بصراحه كل في مدرسه عايز، ما تدش الهدف انهم يكملون دراستهم وهم ريلهم والقبر، انا الحسناء الوحيده هناك. حسبي الله على ابليسك يا فرح، انت من وين يا بنيتي تجيبين هالحكي؟ واذا كانوا كبار السن ايش عليك منهم انت يا حسناء زمانك؟ فيها وفيها وفيها بعد، انا كل ما شفت جاعيتهم احس الدراسه ما تنفع لي، تنفع للعيايز وبس. قولي لي شبهم في الدراسه وهم في العمر؟ تبين الصج؟ لو انا مكانك كان افكر بطريقه ثانيه، ليش ما تقولين ان هالنسوان هذيلين يعطونك دافع اكثر للدراسه ويحسسونك باهميتها؟ ولو الدراسه يا يمه مو مهمه، كان امهات مثلهم وعقب ما وصلوا من هالمرحله من العمر كان ما ردوا حق دراستهم، اكيد اكتشفوا ان الحياه مو بس زواج وعيال، الحياه يا يمه طموح، والواحد تحقق طموحه بالدراسة. ليش يا بنيتي انت تشوفين الأشياء الحلوة بطريقة سلبية؟ أنا للود ودي أكمل دراستي مثلهم. هذا اللي ناقص، الأم وبنتها في نفس الصف، خوش شي. إذا البنت فلحت أنا بتشجع حق الدراسة. خلاص يمه أوعدك أني أستحملهم وأستحمل أشكالهم. أبوي وينه؟ في غرفتي يا بنيتي، وحالته ما تسر عدو ولا صديق. روحي له يا يمه، روحي له، يمكن تقدرين تخففين عني شوي. ان شاء الله يمه. الله يهديك يا بنيتي، الله يهديك. بس تفضل. ان شاء الله ما زعجتك يوبا، ليكون كنت راقد. منين يجي النوم يا بنيتي؟ يا ابو فرح ما تعودنا عليك كذي يا الغالي، اللي نعرف ان الاحباط اول ما يسمع اسمك يشرد على طول وينحاش. صدقيني يا بنيتي غصب علي. اقدر اساعدك في شيء يا يوبا؟ قول. انا اتمنى اخدم ابوي حبيبي. ما قلتي لي ايش سويتي مع الدراسه؟ تمام يا يوبا، اليوم كان أول يوم تعارف بيني وبين الطالبات، استانسنا وناسة يا يوبا، تعرف خبرك بنات في سني وكلنا ضحك وناسة وغشمرة. تصدق يا يوبا كلنا كنا متحمسات للدراسة وأنا أكثرهم. الحمد لله، الله يوفقك يا حبيبتي، الله يوفقك. عن إذنك يا يوبا أخليك ترتاح، تصبح على خير. وانت من أهل الخير، الله يسعدك يا بنيتي، الله يسعدك. بروحي في هالبيت ما في غير شنوف تسليني. ألو هلا نوف. هلا حبيبتي. لا ما أقدر أمر عليك. أي شويش تتحجم معاي كذي؟ ها قاعدة مع حبيب القلب على البحر؟ زي ما بخرب عليك، مع السلامة. حبيب القلب ظنيتها تنقال في الأفلام بس، ترى موجودة في الواقع بس مو بواقع عيونه.
قومي شوفي لك شغله تستفيدين منها بدل ما انت قاعده تقرين هالمجلات. شو اسوي يا ابو يوسف؟ ما عندي شيء اسوي، شغل البيت وخلصته، قلت اسلي نفسي. تتسلين بهالمجلات هذه؟ المجلات هذه ما منها فايده، اخبارهم كلها مفبركه، ما منهم فايده. يا ابو يوسف الله يهداك، احنا خلنا ناخذ منها الزين ونقط الشين، مو يقولون في كل شيء زين وشين؟ بلا حكي فاضي، يلا عاد يلا ترك المجله هذه وشوفي ولدك وينه فيه، دقي عليه. اكيد ويا ربعه. ما يجوز هو من سوالفه هذه، وربع ما يقعدون ببيوتهم، ما عندهم اهل، ما عندهم والي، شو الكلام الفاضي هذا؟ يلا ترك المجله هذه عنك ودقي عليه بسرعه. يا يوسف هالايام انت مو عاجبني. والله ما ادري يا مي، تدري فيني ما احب اقعد شي من غير شغله ولا مشغله. البوس ما رد من سفرته؟ ما ادري، تدري فيني ما اقدر ادق، واذا يبون انهم يدقون علينا. يوسف قوم اقعد مع مشعل قاعد بروحه، يمكن يبي شيء لا يزعل عليك. ما لي خلق اجامل احد ولا لي مزاج الحين. روح شوفي شيء يمكن ناقصه شيء ولا يبي شيء. رد يا يوسف رد. اخي انا اللي بروح فيها من ابوك اذا ما رديت. الو هلا يما. يوسف يما ايش فيك؟ ابوي لحظه لا تعطيني الخط لحظه دقيقه. فيها درس عظيم عميق ينبغي ان نحفظه. الو يوسف وينك في؟ هلا يبا. لا اسمح لي يبا اسمح لي. ربما لا يعني انا قاعد عند الربع هني في الندوه. ساعات بما يملكون ما يسوونها في الليل. كيف يقضي الوقت؟ خبركم يدامون الصبح ما يشتغلون الذين اخذتهم وانت تدري بعد يبا تتمر عليه الايام والليالي ولا يدري احدهم. لا ان شاء الله يبا ان شاء الله ما راح اتاخر ولم يؤدي شيئا من ان شاء الله بحاول شويه جنبك. الله يوفقك يا ولدي ويثبتك على دينك، واصل عبادتك ولا تاخر ان شاء الله يبا ان شاء الله. وجدوا لا بحاول ما تاخر ان شاء الله. يعيشون زمانا يسحب فيه بساط التربيه من تحت. تخاف من ابوك ما تخاف من ربك وانت قاعد تشذب؟ وانت شكو فيني؟ اخاف من ابوي اخاف من غيرتي، ما لك شغل. انا مالي شغل، ليش انت معتبرني غريبه عنك؟ سمعيني عادي بنت الناس، سمعيني عدل، مو عشان ترفيشتي تبي تعلميني صح من الغلط. لا قعدت تتمادين معي بالحج مره ثانيه. اوكي يوسف انت ايش فيك زعلت مني؟ انا لاني احبك علشان كذي خايفه على مصلحتك. مصلحتي انا اعرفها عدل، انت مالك شغل، نصحي نفسك بالاول قبل تصحي غيرك. يوسف انا روحي زين. يا ربي كل ذي براجع بامتحن فيه بعد. أنا ما بغيت أفتك من الدراسة والامتحانات، شو اللي رجعني لها مرة ثانية؟ ما في اسم يا فرح، أنت أبل أبوك ومستقبل إخوانك، وأمك متفائلة فيك خير، لا تحبطين أحلامهم فيك. إنزين شو أسوي؟ أنا ما أنفع للدراسة، أنا خلقت كذي. ما في أحد انولد فينا وهو شايل صف شينا معاه. احنا نزرع الطموح واحنا نلغيه ونكتم انفاسه. زين خلاص بحاول براجع وامر لله. يا انا يا انت يا كتاب الهنا. Thank you.
اوصيك باكر ابيك تقعديني قبل صلاه الفجر بساعتين. ان شاء الله بس خير. ابقعد مع عيال الفريج بعد الصلاه. اي تدرين استعدادات الانتخابات قربت، ابي اكسبهم صوبي وابي اكون ند للمنافسين. اي ان شاء الله الله يناولك اللي في بالك. عاد الله الله يا ام يوسف، لا تخلينا عيال الفريج عاد لفي عليهم واللي تمونين عليهم، نبي اصواتهم عاد، واذا يقدرون يعطوني صوتي بروحي ويحرقون الثاني هم اكون ممنون لهم. حريم يمشون بالصوتين، صوت واحد كافي. ان شاء الله لا توصي حريص. الله يحفظك يا رب، يلا تصبحين على خير. انت من اهل الخير. إن شاء الله دائماً تشارك في الانتخابات إذا مزاجك بيصير حلو هاللون. الله يوفقك. يلا يا جماعة أنا استأذنكم بعد ليني كفاية، أنا ماشي. تو الناس يا بوي. لا تو الناس ولا غيره، مدام عدلت مزاجي خلني أروح البيت وأنا مرتاح لأني تعبان ماي. يلا اللي رأيك يا بوي. في مالك. حياك الله. لا لا حقي حقي يلا في مال الحب حبيبي. حياك. ايش دعوه كل دي زعل؟ يلا عاد عن ثقاله الدم. على فكره ثقلك هو اللي خلينا اموت فيك. يا حلوتي يا مي اخر مره. خلاص توبة آخر مرة. الله يوفقك يا بنيتي ويحميك. الله يوفقك. يلا يا جماعة من عند اللعب شك تمطلب محمد العالم. شنو هذا باربع؟ أرد الجل طعش ما أخذها أنا كل شحين. يلا العام مكسر راسك. أنا مكسر راسك. شنو هذا؟ ها الحكومة طالبينك. ما عليك منهم. العب العب لا تستغل الفرصة. أدري فيك أنت نصاب عود قصيت علينا بالتجارة أكيد بتنصب علينا باللعب. مو مشكلة نصاب نصاب بس المهم أنا أكسر روسكم في اللعب. العب زين سوى فيك عطى بمشعلك أنا يستوفل بخن. أوهو ترى أدانا حل التليفون. لا بحط أنا خلنا حط صامت أحسن. أنا ما أدري إيش تبي فيني. هذي مو راضية تخليني بحالي.
حق علي مشعل الله يخليك بموت. آه وينك يا يوسف وينك؟ يا ليتك بس تحس بخوف امك عليك. ما في عز من الظن بس مقيوله. قلبي على ولدي مفطر وقلب ولدي علي حجر. شفت يا بن فارس البارح صار مبكر بو من هو انا؟ اي انت. انا وديت وحده المستشفى مريض. اي وحده الله يسعدك. العب العب يا ابو عبد العزيز العب. رد يا يبا رد، ماني عارف شلون اتصرف، ما ادري ايش اسوي الحين. خير يا دكتور؟ لا الحمد لله، زوجتك بخير. مبروك، زوجتك حامل. بس لازم تاخذ فيتامينات ويكون في شوية اهتمام بصحتها. ابعدها عن أي توتر يغير صحتها وصحة الجنين. ولازم تهتم بالمدام نفسياً، لأن أي شيء بيضايقها يأثر على الجنين اللي في بطنها. على العموم، أول ما تصحى تقدر تاخذها على البيت. والله انك مشكله بكل شيء يا شيماء. وين كتبي؟ ما حد غير هالعفاريت. كني اويلهم مني. ما عليه. نصور. شفيت؟ من فيكم اللي باب كتبي؟ الظاهر حلمونا، واحنا ما لقينا لن بكتبك. شو قالوا لك عيال فقر؟ قلت لكم اعترفوا لاخر مره، من فيكم اللي باب كتبي؟ قلناش مالنا شغل، وانتي ما لقيتي احد غيرنا عشان تتهمينا؟ خير خير صاير؟ عيالك الحراميه يمه راحت علينا وما باقوا كتب يبون يلعبون في اعصابي وبس. اخوانك مو بحراميه، انا اللي دشيت غرفتك وشلت كتبك من على السرير وحطيتهم داخل المكتبه. من فضلك يا فرح خلي اخوانك في حالهم. يمه لا تغطين على سوالفهم، مكذبه علشان تسكتيني وبس. يا جليله الحياه، ومن متى مش تكذب؟ ها روحي غرفتك وبطل المكتبه بتحصلينهم. وانتم قوموا يمه، قوموا وراكم مدرسه، بس كم عاد طالع التلفزيون. والله حط دوبها ودوب اخوانها. أقول أغير ما يسوى على الدراسة اللي درستيها يا فيلسوفة زمانك. أقول نصر لهالدرجة متخرع على كتبك. شردة
الله يسامحك يا يمه، خليتني مطنسه قدام اليهال، كلش مو خوش شيء. خلاص يا قلبي، ذبحتيني من الاكل، كليت وايد اليوم. عمري اذا انا ما دلعتك من بدلعك؟ بعد منو يا حلوه، حبيبتي الثانيه اكيد. حبيبتك الثانيه عشان اذبحك واذبحها، انت حبيب مي وبس، فاهم؟ زين يبا خليني انا امشي الحين، لان القعده من غير ربع ما تسوى. لا والله، يعني انا ما سد مكانهم اصلا، بالعكس المفروض تكون القعده مع الربع مو حلوه، حالات انا وانت وبس. كثر تحنين انت، انا اللي اقصد انه قاعده يعني ما تسوى من غير الربع. نفس الشيء ما فرقت، المفروض حالات السهره مع حبيبتك مي وبس. إذا احنا خلينا اروح انا البيت، لان اكيد الحين ابوي مجهز المحاضره طولي عن التاخير. اوكي، لما انت بتقعد معاي بعيد عن خوف ابوك. يا حلوش يا مي، يلا بيحط المفتاح تحت الباب اذا انت نايمه بالشقه. اوكي يلا باي. تهرب من الجواب يا يوسف. يا حلوة يمه يمه يمه، ايش عندك نايمه هني؟ ايش اسوي يا يمه؟ عيست انطرك احاتيك. ردين على المحاتات؟ يبا خلاص اقتنعوا اني صرت ريال، خلاص عاد شوفيني عاد يا حلوي عن اذنك. الله يهديك يا يمه، الله يهديك. ولا يهمك، أهم شيء صحتك. يبا شيماء كانت تعبانة،